اليوم عندنا افتتاح الفرع الجديد ديال وكالة الأصفار سافا مدينة تطوان. عندنا فرع في جهة الولاية، والآن فتحنا فرع في سيتي سنتر في قلب البلد. فكنتمناو من الله عز وجل يوفقنا في هذا الفرع هذا. وكذلك نشكروا كل اللي حضروا معنا اليوم وأزرونا وجاو عندنا وفرحوا معنا من الزبناء ديالنا ومن الأصدقاء ديالنا والأحباب. كنشكرهم جزيل الشكر، وإن شاء الله هذا الفرع هذا غيكون مختص في رحلات جديدة، ويكون عندنا إن شاء الله في هذا الأسبوع ديال الافتتاح غيكون عندنا بعض المفاجآت للزبائن الأولين اللي غياخذوا معنا رحلات. غيكون عندنا مفاجآت وقرعة إن شاء الله. فكيف ما شفتوا بأن الفرع ديال هذه الوكالة هو مبني جديد، فغنقوم إن شاء الله بتحويل كل مجموعة ديال وكالة الأصفار سافا اللي موجودة في تطوان، طنجة، الدار البيضاء، تونس، كلها غتكون بنفس المواصفات اللي موجودة في هذا المكتب هذا، لأنه هو واحد نقطة جديدة وقمنا باختيار ديالو بدقة. يعني حاولنا نجيبو أحسن مكاين وأجود مكاين في عالم ديال المكاتب إن شاء الله. تطوان اليوم وصل وقتها باش يتفتحوا فيها المشاريع بحال هادو ديال وكالة الأصفار، بعد تأسيس المجلس الإقليمي للسياحة واللي كيتراسو السي منصور الطوب. كنهني تطوان بهذه المبادرة، وبغينا يتفتحوا فيها الوكالة الأصفار، يتفتحوا فيها الفنادق، يتفتحوا فيها المطاعم لاستقطاب السياحة على المستوى الدولي والدخول تطوان المسارات السياحية الدولية. وما يمكن يتم هذا الشيء إلا من خلال هذا النوع من المبادرات، هذه الوكالة الصفر للأصفار وتأسيس المجلس الإقليمي والمبادرات متتالية من ناحية التنشيط، من ناحية الترفيه، من ناحية البنية التحتية للفنادق، المطاعم إلى غير ذلك. كما كتشوفوا معنا اليوم الحمد لله وفقنا ربي، افتتحنا المحل ديالنا جديد تابع لمجموعة وكالة الأصفار سافا ترافل، الكائن في شارع العروبة وسط المدينة أمام ساحة مولاي المهدي. وإن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عند حسن الظن الزبناء ديالنا كيف العادة، ومرحبا بكم عندنا. الاحتفال كان جميل ومسيرة موفقة إن شاء الله. سافا ترافل أجد في وكالة سافا ترافل ما تشتهد نفسه وخلق أجمل الأصول يقودهم الأساس، سرت أشاورهم في الأمر وفؤادي يحس بزمان غال قد غابت عليه الشمس، بلا إيمان لم يكن للاستمرارية حق في الوجود، وبلا إيمان لم يكن للإنسان حق في العهود. وشكراً.